الدوز أول من شاركنا باسم منطقة الشعبات في هذا المؤتمر، واستطعنا أن نبدي أفكار رائعة وعملنا خطة عمل مباشرة. هاي رح تكون هلا مثلا أنا شفت من أنا ومن الجيران عم تخانق مع شخص. حلو. يعني مو معقولة أنا من دون ما أفهم المسألة أروح أضرب الشخص. أنا قلت لك الضمان الأردني مش مسألة الحالة الغياب وبصير بيمدح الحالة. إذا قطعنا على صيغة العائلة صغرنا الأمر بشكل أصغر، رح تلاقوا اللي بيقول أنا من العائلة الفلانية وبيفتخر بحاله وجده. حسيت إنك هذه زيادة عن اللزوم؟ ليه؟ طيب التفكير ما لازم محمد كمان ينتجه؟ حلو، أعطيك العافية. سمينا طاولة واحد أو أزرق بحر، يعني على المايل على الأرض. إيه فاتح، إيه في الوانستات يعني. حلو، وأنا بدي أنا في بنات أنا بميل أكثر إلى الجلسة الثانية. كمان أنا عندي أختهم يعني بس يعني أختهم؟ ما تشبه ما بعرف يعني أنا اجتماعية كمان عندي رفقات كثير. حلو حلو. يعني لا يلا أعطيك طاقة بس لا تعطيها لأبوكي. خالد بدك تخدم المجتمع ضمن هاي المهنة. هذا أما إذا فكرة التطور. إيه أما إذا مثلا مهنة معينة حتى ولو أنت يعني يمكن اجتماعيا مستواها على بس إذا ما طور حالك وما رفت المجتمع يعني يبقى على طبيعة العمل. نروح إلى عندهم. أيوة يلا تفضل. أنا نرمين عبدو. نرمين محمد بشير عبدو. محمد بشير عبدو. طالبة أدب عربي جامعة تشرين سنة رابعة. بالله بقية. نعم. شريك كانوا كاشتك عليهم أكثر. يلا. تعودنا لوني المفضل الأخضر. من نشر أسلحة النووية والكيميائية فهو مسألة حرب النجوم اللي طرحها ليجر وقتها ب 86، كل هذه الأمور قلقت البشرية. إلى عام 1986 وبعد صار في توافق، غورباتشوف وضع نظرية جديدة حاول قدر الإمكان التقرب.